يا ابنة الطاهرين، عاقبة الأبطال عما ينالهم تبرير. انظري خربة أقمت بها بالشام، ترب فراشها وحصير. إنها عبرة على شفة الأجيال، يشتارها الشميع البصير. أنت فيها رمز وصرخة حق، عند سمع الطغاة منها هدير. سينال الخراب أروقة الظلم، ويجتاح صرحها التدمير. وتروح القصور والترف الفاسد والوشي لامعا والحرير. وسيستيقن الطغاة بأن الله في فعل ما يشاء قدير. فعلا هو قدير، هذا اللي تنبأت به زينب. مر لي شوية على قبرها الآن، اوقف على القبر وشوف الأذرع تلتف حوله وتنضحه الدموع، وتلتف حوله الآهات، وبعد ويحتضنه الحب والتقدير والإجلال لهذا الموقف. هذا هو اللي وقفة تقول له: كيد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك، والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. وهل رأيك إلا فمد، وجمعك إلا بدد، وأيامك إلا عدد. يوم ينادي المنادي، ألا لعنة الله على الظالمين.